بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أما بعد، معكم عبد العاطي حمدان. هشرح لكم إن شاء الله برنامج الأكسس وكيفية عمل قاعدة بيانات بسيطة للمبتدئين. يعني مثلا هنشوف مثال بسيط إن الأكسس ممكن هيعمل إيه علشان نقدر نوصل يعني للمستوى ده. مثلا عندي برنامج بسيط زي ده. فكرة البرنامج انه احد الاصدقاء يعني شغال في جراج سيارات، وطلب مني ان انا يعني بيسألني هل مثلا في برنامج ممكن يعمل ادخال للبيانات وابحث عن مثلا عن شخص معين يديني او يرجع لي بكل البيانات الخاصة بي. قلت له بالفعل في مش برنامج، في برامج كتير ممكن تعمل الكلام ده. قال لي طب ما اديني برنامج. قلت له طب ايه رأيك انا ممكن اعمل لك برنامج خاص بيك انا اللي اصممه. قال لي تمام. فعلشان انا اعمل برنامج بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، كان يتطلب مني ان انا اسأله بعض الاسئلة. الاول قاعدة البيانات معمولة لإيه؟ يعني قاعدة البيانات دي اللي احنا هنعملها معمولة لمين؟ مين اللي هيستخدمها؟ وهيستخدمها في إيه؟ طبعا معمولة لجراج السيارات. طيب ماشي، انت بتعمل إيه في جراج السيارات؟ قال لي انا معايا دفتر بسجل فيه الاشخاص او العملاء اللي بيركنوا السيارات بتاعتهم. جميل. طيب ايه البيانات اللي انت بتسجلها بالظبط؟ انا كل عميل عندي له يعني له كود معين. تمام. قال لي بكتب اسمه ورقم تليفونه ونوع السيارة وكود السيارة او الرقم بتاع السيارة، وبسجل مثلا قدامه دفع كام او في باقي او مفيش باقي والكلام ده. قلت له تمام كده، انا اخدت منه المعلومات اللي هتمكنني ان انا اعمل قاعدة البيانات. ما ينفعش ان انا افتح برنامج الاكسس وقلت توكلت على الله هعمل قاعدة بيانات. طيب انا مش عندي الهيكل او المخطط اللي انا هعمل بيه قاعدة البيانات. فبرنامج بسيط زي جراج السيارات ده انا اخترته خصيصا للمبتدئين، لانه قاعدة بيانات بسيطة جدا تتكون يعني تقريبا من جدولين زي ما احنا هنشوف. وفي الاخر هيكون منظرها بالشكل الواضح امامكم. لما انا بروح على ادخال بيانات العملاء، الاول نشوفها من البداية. دي قاعدة البيانات بتاعتي اهو، ملف الاكسس، بفتحه بالمنظر ده بيظهر لي بالشكل الواضح ده. بضغط مثلا على ادخال بيانات العملاء بيظهر لي المنظر ده. زي ما احنا شايفين كود العميل واسم العميل، نوع السيارة، رقم السيارة، الموبايل بتاع العميل، حالة السداد هل هو دفع الإيجار بتاعه ولا لا، قيمة المبلغ دفع كام، تاريخ السداد دفع امتى، حساب مغلق يعني هل هو كده سدد كل المبلغ ولا عليه باقي. هنا باقي المبلغ. هنا عندي إضافة لو أنا عايز أضيف عميل جديد يعني آخر أو جديد، وهنا التالي لو أنا عايز أروح للعميل اللي بعده اسمه خالد، هنا السابق لو عايز ارجع للعميل اللي قبله، هنا حفظ لو انا عايز احفظ التعديلات اللي تمت، هنا حذف لو انا عايز احذف العميل ده، هنا الاول اللي هو العميل الاول، هنا الاخير اللي هو العميل الاخير، هنا بحث لو انا عايز ابحث عن عميل معين، هنا اغلاق النموذج لو انا عايز اقفل الشاشه بتاعت العملاء دي، وهنا عوده للشاشه الرئيسيه ان ارجع للمين فورم او النموذج الرئيسي او الشاشه الرئيسيه بتاعت البرنامج. هو كان محتاج ان هو يدخل البيانات دي ويحفظها، هو محتاج كده. طب انت محتاج ايه تاني عشان تعمله في قاعدة البيانات؟ قال لي انا محتاج ان انا لما احب ابحث عن عميل معين يجيب لي كل البيانات. ممكن ابحث مثلا عنه باسمه او بالكود او باي حاجة، المهم ان انا يعني طريقة ابحث بها عنه. قلت له تمام. فانا عملت له بحث عن عميل بالشكل ده، لما بضغط عليها بيقول لي من فضلك ادخل كود العميل. مثلا كود العميل مثلا كان 102. قلت له اوكي، بيظهر لي هنا تقرير بيقول بنتيجة البحث اسم العميل، كود العميل، نوع السيارة والموبايل، قيمة المبلغ، وإذا كان حساب مغلق، وإذا كان في باقي مبلغ ولا مفيش، وتاريخ السداد وحالة السداد ورقم السيارة اللي هي البيانات الخاصة بالعميل.
طبعا هنا في مفتاح للخروج من البرنامج، هنا طبعا معلومات عن البرنامج، مثلا دي معلومات عن اسم البرنامج والاصدار بتاعه، هنا مثلا معلومات عن مصمم البرنامج. ازاي بقى احنا نعمل قاعدة بيانات بالمنظر ده وتطلع بالجمال والشياكة دي؟ هنبدأ من البداية خالص. الاول تعال ندخل داخل قاعدة البيانات نشوف جواها ايه. دي قاعدة البيانات بتاعتنا اللي هي الكار بارك، تمام. فيها ايه؟ فيها جدولين واستعلام او كويري زي ما احنا هنشوف، واتنين فورم نماذج، وواحد ريبورت يعني تقرير، تمام. انا ليه بوريك قاعدة البيانات بالمنظر ده في البداية؟ علشان انت تتخيل معايا انه الاكسس ممكن يعمل ايه. انا مش هاجيلك من البدايه واقول لك الاكسس هو عباره عن ايه وبيتكلم في ايه وازاي تعمل الجدول، ولا لا، انا بجيب لك من النهايه علشان انت تقدر تتخيل معايا البدايه هتكون ازاي. يعني لما انا اوريك قاعده البيانات هيكون منظرها بالشكل ده، فانت دلوقتي ترسم في دماغك الهيكل والمخطط لقاعده البيانات. لكن لو انا بدات معاك من البدايه وقلت لك مثلا احنا هنعمل جدول نسميه الكاستمر اللي هو بتاع العملاء، وجدول الريفينيوز اللي هو بتاع الايراد، فانت دماغك مش هتبقى مركزه معايا. لكن لما يكون من النهايه وكنت شفت الشكل النهائي، يبقى كده انت اترسمت في دماغك الصوره نقطه النهايه اللي انت عايز توصل لها، تمام. هنا عندي الكاستمر جدول خاص بالعملاء، هنا كود العميل واسم العميل ونوع السياره ورقم السياره والموبايل، وهنشوف ازاي نصمم الكلام ده بالتفصيل. هنا عندي جدول اخر الريفينيوز او الايراد، في هنا عندي الكود وفي حاله الدفع دفع ولا ما دفعش، والقيمه والتاريخ والحساب المغلق والباقي من الحساب. هنا الفايند اللي هي كان بتجيلني في النموذج اللي احنا شفناه في بدايه الشرح، ان انا ادخل رقم الكود بتاع العميل يظهر لي كود العميل بالشكل ده. هنا بقى عندي الكاستمر اللي هي بالشكل ده، اللي هي كانت الشاشه الموجوده عندي اللي هي الفور، تمام، اغلاق النموذج. هنا عندي المين فورم، بس انا مش هينفع افتحها لانه فتحتها لازم هضطر ان انا اقفل قاعده البيانات بالكامل، بس اللي هي الشاشه الرئيسيه اللي فتحت اول ما البرنامج بيفتح. هنا الفايند اللي هو التقرير، لو انا كتبت 102 هيظهر لي التقرير بالشكل ده. نبدا بسم الله ونعرف ازاي نصمم القاعده من البدايه. طبعا بنفتح الاول برنامج الاكسس، طبعا انا شغال على ويندوز 8، فانا عامل هنا الايقونه بتاعت الاكسس في شريط المهام او التاسك بار، فتحت لي بالمنظر ده. ده هو برنامج الاكسس 2010 باللغه الانجليزيه، الواجهه بتاعته انجليزي يعني، تمام. علشان انشئ قاعده بيانات فارغه وجديده اعمل ايه؟ بروح على نيو بالمنظر ده وبلانك داتابيز، واختار هنا كرييت، هنا الفايل نيم اسم قاعدة البيانات اللي انا محتاجها، وهنا مكان الحفظ بتاعها هيكون موجود فين. انا هسيبها في نفس المكان في الدوكمنتس، ومثلا ممكن نغير الاسم بتاعها نخليه كار شرطة داش يعني بارك، تمام، بالمنظر ده. وهقول له كرييت، انشأ لقاعدة البيانات او فتح لقاعدة البيانات. اول ما افتح قاعده البيانات الاكسس بيساعدني، بيقول لي لازم اي قاعده بيانات العامل الاساسي او المكون الاساسي في اي قاعده بيانات هو التيبل او الجدول. ليه التيبل هو اهم مكون او المكون الاساسي في قاعده البيانات؟ لانه يتم فيه تخزين كل البيانات وكل المعلومات داخل الجدول. فبالتالي انا هقفل التيبل ده من كلوز تيبل، ما اروحش اقفل التيبل من علامة الاكس بتاعت الاكسس، لان لو عملت كلوز هنا هقفل برنامج الاكسس. لكن لما انا اعمل كلوز من هنا كلوز تيبل، كده انا قفلت قاعدة البيانات، مفيش كده، انا قفلت سوري التيبل، قفلت الجدول. الاحظ ان قاعدة البيانات لسه ما زالت موجودة اهي كار بارك. طب لو انا عايز اقفل قاعدة البيانات بالكامل اعمل ايه؟ اقول له فايل كلوز داتابيز، اغلق قاعدة البيانات. كده انا قفلت قاعدة البيانات، لكن برنامج الاكسس ما زال مفتوح، وتلاحظ هنا اسم كار بارك اختفى، تمام. نرجع نفتحها تاني، اهي موجودة عندي في الريسنت كار بارك، رجعت زي ما كانت. اول حاجة هنتعلمها مع بعض، طبعا انا مش هشرح لك برنامج الاكس على انك انت يعني من الصفر، لا، المفروض انت تكون متعلم يعني بعض الاشياء، يعني انا هعلمك بشكل عشوائي، يعني مش هيكون ماشي على منهج معين او كده. انا كل الفكرة ان انا اشرح لك ازاي توصل لبرنامج الكار بارك
على يعني على اساس انك انت تكون ألميت بالأكسس بشكل بسيط جدا. لكن لو أنت عايز تتعلم من الصفر تماما، فإذا عليك بكورس الـ ICDL الإصدار الخامس من اليونسكو، تقدر تتعلم منه الأكسس من الصفر. ممكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ونشرحه في وقت لاحق. هنبدأ بإنشاء التابل من التاب كرييت. هنا دي عبارة عن حاجة اسمها تابس، وده اسمه شريط الريبون، تمام، او الشريط المنزلق. ممكن نصغره ونكبره من الايكون دي. هنروح على الكرييت علشان ننشئ التيبل. تلاحظ انه قاعدة البيانات بتنقسم الى اربع اقسام. ايه هما؟ بتنقسم الى تيبلز وكويريز وفورمز وريبورتس، يعني جداول واستعلامات ونماذج وتقارير. دي اي قاعدة بيانات لازم تحتوي على المجموعات دي، تمام. خلينا في الجزئية الاولى اللي هي التابلز، ازاي ننشئ التابل. ممكن في عندي طريقتين، ممكن اضغط على كلمة تابل بيظهر لي التابل بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. الاحظ انه في التابل في حاجة هنا مثلا ظهرت لي اسمها ID، ده اسمه حقل او فيلد. حتى تلاحظ هنا اتكتبت لي كلمة فيلد، اسمه حقل. اما اللي هو كلمة نيو ده اسمه سجل. يعني لما انا مثلا احب اضيف حقل جديد، اضغط على كلمة كليك تو اد، ومثلا هختار نوع الحقل بتاعي. عندي انواع من انواع البيانات، هل هي تكست نصية ولا ارقام ولا عملات ولا تاريخ ووقت ولا يس ونو زي ما احنا هنشوف، ولا بحثية، ولا ريتش تكست يعني نصية بشكل ريتش، ولا ميمو مذكرة، ولا اتاتشمنت مرفق، ولا هايبر لينك يعني رابط، ولا حقل تجميعي، ولا ايه. انا هضغط عليه واختار اقول له مثلا تكست، هيقول لي طيب اسم الحقل بتاعك اسمه ايه. هقول له مثلا اسمه الاسم نيم. لو انا كتبت نيم بالمنظر ده هلاحظ انه في رسالة تحذيرية او رسالة خطأ من الاكسس، بيقول لي ما ينفعش ان تسمي الحقل باسم النيم، لانه ده كلمة نيم محجوزة لبرنامج الاكسس لان احنا بنستخدمها في البرمجة، فما ينفعش تسميها. هقول له اوكي، هسميها باسم اخر وليكن كاستمر نيم بالمنظر ده، او ممكن من غير فواصل، اهم حاجة ما يكونش فيه فواصل بين الكلام، يكون بالشكل ده. مثلا هضيف ايه تاني؟ هضيف احنا ضفنا الاسم والاي دي اللي هو هيكون الكود. هنضيف مثلا تكست الكار تايب او موديل نوع السيارة. هنا مثلا هنضيف حاجة تانية الكار كود. هنكتفي بدول علشان كده انت شفت ازاي بتعمل الحقول من الجدول في وضع الداتا شيت فيو. لان انا عندي وضعين، وضع الديزاين فيو ووضع الداتا شيت فيو. اللي احنا شايفينه ده اسمه الداتا شيت فيو، يعني وضع اسمه الداتا شيت فيو. لكن لو رحنا لوضع التصميم، يعني اسم الوضع ده داتا شيت فيو، يعني وضع الورقة يعني. اما الديزاين فيو بالمنظر ده هيكون طبعا بيطلب مني ان احفظ التيبل. احنا هنعمل كنسل وهنلغي التيبل ده خالص، اقول له نو كده ما عنديش تيبل. هنروح نصمم التيبل في وضع الديزاين فيو، هقول له كرييت واقول له تيبل ديزاين. لاحظ الاختلاف هنا، فتح لي الحقل، اسم الحقل بالطريقه عموديه ومفيش حاجه اسمها سجل، لانه انا كده بصمم الجدول مش بعمله في وضع الداتا شيت فيو. مفيش اي بيانات نهائيا زي ما احنا شايفين. هندخل البيانات بتاعتنا علشان نعمل برنامج الكار بارك. اول حاجة هدخل الكود، تمام، ده الكود. ممكن انت يكون تلاقي مثلا هنا ما ينفعش تخلي لي اي دي وتروح تعمل لي كود. الاي دي هيكون هتلاقي معاك اوتو نمبر وتروح تعمل لي كود تاني، لا ما ينفعش الكلام ده. يا اما اعمل اي دي يا اما اعمل كود، بحيث ان انا اخليه مفتاح اساسي، وهنعرف يعني ايه مفتاح اساسي.
ديليت. الكود اللي هو احنا زي ما اتفقنا انه صاحبنا ده عايز يعمل كود لكل عميل، تمام. الكود ده هيكون ارقام ولا هيكون حروف ولا هيكون عبارة عن ايه؟ بالطبع الكود هيكون عبارة عن ارقام، نمبر، تمام. عايز ايه تاني؟ هو عايز يدخل اسم العميل، الفيرست نيم مثلا. طيب اسم العميل حروف ولا ارقام ولا عبارة عن ايه؟ هيكون طبعا عبارة عن تكست، يعني نص. هيدخل الكار تايب، نوع السيارة برضو هيكون نص. هيدخل حاجة تانية الكار نمبر، طبعا رقم السيارة هيكون حروف وأرقام، فبالتالي هنخليه تكست، ما ينفعش نخليه نمبر، تمام. وهندخل رقم الموبايل. هتقولي طبعا الموبايل هنخليه نمبر، هقول لك لا ما ينفعش نخليه نمبر، وهتعرف السبب ايه. لانه لو خليناه نمبر لما تيجي تكتب مثلا 0 و10، الصفر على الشمال ليس له قيمة وبالتالي لا يكتب، فبالتالي هو هيشيل الاكسس، هيشيل الصفر اللي على الشمال تلقائي. لكن لما اخليه تكست يبقى كده هو هيدخل الصفر اللي على الشمال، لانه باعتباره نص وليس رقم، تمام. كده انا دخلت الحقول المطلوبة اللي طلبها مني. هو كان عايز ادخل كود للعميل، ودخل اسم العميل، ودخل نوع السيارة، ودخل رقم السيارة، ورقم الموبايل بتاع العميل، تمام. طبعا الجدول لازم يحتوي على حاجة اسمها البرايمري كي. ايه هو البرايمري كي؟ البرايمري كي يعني مفتاح اساسي، وده بنستخدمه في انشاء العلاقات. المفتاح الاساسي له صفتين. الصفة الاولى انه لا يقبل التكرار، يعني ما ينفعش المفتاح الاساسي يتكرر مرتين. يعني مثلا ما ينفعش عميل يكون ليه نفس الكود مع عميل اخر، تمام. الصفة التانية انه لا يقبل الفراغ، يعني ما ينفعش اسيبه فاضي، ما ينفعش اسيبه فاضي، تمام. طيب زي ايه الحاجات اللي هي ممكن تنفع برايمري كي؟ هل مثلا الاسم ينفع برايمري كي؟ لا ما ينفعش، لانه ممكن الاثنين يكون اسمهم علي. طيب هل نوع السيارة ينفع برايمري كي؟ لا برضو ما ينفعش، لانه ممكن يكون الاثنين مثلا سيارة ملاكي او سيارة اجرة، ما ينفعش. طيب هل ينفع الكار نمبر رقم السيارة برايمري كي؟ ينفع رقم السيارة، ينفع ان يكون برايمري كي. ليه؟ لانه مفيش سيارتين يحملوا نفس رقم اللوحة الخاص بالسيارة، تمام. طب رقم الموبايل هل ينفع يكون برايمري كي؟ هتقول لي طبعا مفيش اتنين لهم نفس رقم الموبايل. هقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لانه ممكن انا ما يكونش معايا رقم موبايل اصلا، ما يكونش معايا موبايل، فبالتالي هسيبه فاضي. لكن البرايمري كي لا يقبل الفراغ. لكن هل ينفع اسيب كود العميل فاضي؟ لا ما ينفعش، لازم العميل يكون له كود. هل ينفع اسيب رقم، اسيب عربيه من غير رقم على لوحه السياره بتاعتها؟ لا ما ينفعش، تمام. كده احنا دخلنا البيانات المطلوبه مننا في الجدول. لازم بعد كل عمليه اعملها في الاكسس لازم اعمل سيف، علشان الاكسس بيطلب مني في كل مرة ان انا احفظ التغييرات اللي انا عملتها، ولو انا نسيت اعملها هو هيذكرني بالكلام ده. بيقول لي احفظ اسم الجدول. اسم الجدول هسميه مثلا كاستمر، اوكي. ظهر معايا الجدول هنا زي ما احنا شايفين. طيب تعالى نشوف في وضع الداتا شيت فيو علشان نشوف النتيجة بتاعت الشغل بتاعنا ايه. فيو فعلا ظهرت معايا الكود والفيرست نيم والكار تايب والكار اللي هو اللي احنا دخلناهم في البدايه. فالطريقتين يعوضوا بعض، لكن الطريقه الاساسيه في تصميم الجدول هي الديزاين فيو. كده احنا عرفنا ازاي ننشئ جدول.